ايضا كمان الاشبال كانت موجوده مع لاعبي النادي الاهلي. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراه. الحمد لله يعني 3 بونت مكسب معنوي، احنا تقريبا حسمنا الصعود، بس احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده الثلاثة بونت المكسب بيجيب مكسب، تعود اللعيبة عن المكسب هيفرق معانا اللي احنا داخلين بعد كده على الادوار الثانية، ادوار صعبة لازم العقلية تبقى متواجدة. المكسب 3 بونت الحمد لله رب العالمين، تاني مكسب على التوالي بعد ماتش سموحة، كان برضه ماتش صعب في اسكندرية كسبنا بعد كبوة الجونة، الحمد لله رب العالمين على 3 بونت والحمد لله على الاداء. الحمد لله لا طبعا الحمد لله، يعني النهارده الحمد لله كنا ماشيين كويس الشوط الاول، بس الشوط الثاني يعني نمنا شويه، بس يعني الحمد لله. بس يعني فالثلاث نقط احنا لازم، احنا الاهلي طبعا لازم نلعب على المكسب، احنا ما بنلعبش بقى على صعدنا ولا ما صعدناش، بس احنا بنلعب على المكسب، احنا النادي الاهلي تعودنا كده وهنفضل على طول كده. احنا على طول بنتمرن عليها لما نطلع لبره، الفيروت بيجي على القريبه والناس بتكمل وراه، فاحنا متعودين عليها يعني، فعملناها والحمد لله جت جول. الحمد لله النهارده ماتش كويس، عملنا شوط اول كويس، الشوط الثاني كان سيء شويه، اللعيبه مجهده كل ثلاث ايام ماتش، فاللعيبه كان في شويه اصابات، بس الحمد لله قدرنا نحافظ يعني، وانا وحمزه والناس كلها بنحاول ننزل نساعد لو مش موجودين فوق في السكور مع الدرجه الاولى، بس فالحمد لله الواحد بيحاول يحافظ على نفسه يعني، ان لو مش موجود فوق يحاول ينزل يلعب مع فرقته عشان يحافظ على نفسه، يوم ما الناس تحتاجني فوق اكون موجود يعني ان شاء الله. هو طبعا شرف لاي حد ان هو يكون بيتمرن مع الفريق الاول ويكون موجود مع الفريق الاول، وطبعا انا بحمد ربنا وبشكر النادي ان هو مديني الفرصه دي، بس اللعب برضو هو اللي بيجيب يعني لعب. طبعا احنا كلنا لعيب الكره وعارفين ان اللعيب مهما اتمرن ومهما اشتغل على نفسه يعني مستواه هيقعد يعلى وهيبقى في الفورمه بتاعته مع لعب الماتشات، ودي حاجه طبعا النادي بيحاول يعملها لنا، ان احنا نكون بنتمرن طبعا مع اللعيبه الكبيره اللي موجوده فوق، بس في نفس الوقت ان احنا نكون جاهزين بدنيا وفي فورمه ماتشات باللعب مع فرقتنا تحت يعني، وده طبعا شرف لاي حد يعني، مش معنى ان الواحد الحمد لله ربنا كرمه وطلع يتمرن فوق ان هو مش هينزل يلعب مع فرقته، لا ده شرف كبير طبعا. الحمد لله طبعا على المكسب النهارده والثلاث نقط، اداء يعني ما كانش احسن حاجه، الشوط الاول لعبنا كويس، الشوط الثاني الاداء نزل شويه، بس الحمد لله. وبالنسبه يعني لعيب النادي الاهلي عامه بيلعب في اي مركز يعني، تحطه مساك، تحطه باك، تحطه انت، احنا بناخد حصص وبنشوف التكتيك بتاع كل لعيب في الملعب بيعرف كل ال 11 مركز تحركهم ازاي، فانت طبيعي ان انت تحط في اي حته تلعب، وهو ده لعيب النادي الاهلي يفرقك عن اي نادي تاني. طبعا كابتن معتز بيتكلم في الضغط، ازاي نضغط مع بعض، انت بتضغط 10 لعيبه على 10 لعيبه، مفيش حد يضغط لوحده، واحد يكسل، انت لو واحد كسل كله هيتضرب، لازم الفرقه كلها تضغط مع بعض، ازاي نلعب وازاي نحضر الهجمه من تحت، ازاي ما نلعبش الطويل، في وقت تلعب فيه الطويل تجبر الفرقه المنافسه اللي هي ترجع لورا، في وقت تلعب على الارض، يعني هو احنا اللي بنتحكم في ريتم المباراه وهو ده الطبيعي يعني. هو الشوط الاول كنا شغالين كويس يعني، بنبدا من تحت الهجمه، في كور ساعات نلعبها طويله، كل حاجه يعني متظبطه.